بعد ما صلوا المغرب قالوا للإمام ودنا تجمع، تشاوروا قاموا جمعوا. لما انتهت الصلاة قال واحد إن نية الإمام ما كان ناوي يجمع، اينا فلازم تعيدون أو لازم يصلون في وقته. اينا الصحيح أنه إذا وجد سبب الجمع سواء سفر أو مرض أو مطر أو غير ذلك من الأسباب التي تبيح الجمع فإن الجمع جائز سواء نواه قبل الصلاة أو بعد الصلاة، وعلى هذا ففعل هؤلاء الأخوة جائز ولا يعجز عليهم. سؤال آخر، مدامه في سفر بعيد.